بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنعمل سلطة الفاكهة اللي وعدتكم بها قبل كده. زي ما قلت لكم إن أنا هنزل لكم فيديو لسلطة الفاكهة. أنا جهزت الفاكهة بتاعت اهي زي ما أنتوا شايفين، غسلتها كويس وقطعتها. معايا تفاح وعنب وتين وموز وأناناس وكمثرى، معايا تمر، ومعايا زبيب اختياري حابة تحطيه مفيش مشكلة. اي نوع فاكهه من دون مش متوفر عندك مفيش اي مشكله، حط المتوفر عندك. المهم تعمليه بنفس الطريقه اللي انا هقولك عليها دلوقتي. هيكون معانا برضو كوبايه من الفراوله، وكوبايه صغيره من الجوافه، وكوبايه صغيره من المانجا، وكوبايه سكر بس ما تكونش مليانه قوي. السكر طبعا تقدري تزوديه تقلليه زي ما انت عايزه، ده اختياري مفيش مشكله فيه طبعا. اللي يريحك انت ولك انت واللي انت عايزاه تقدري تحطيه وتضيفيه من الفاكهه دي. طيب عايزين نتكلم عن فوائد الفاكهة. الفاكهة ما شاء الله فيها كل الفوائد وكل الغذاء اللي ممكن جسمك يحتاجه، فيتامين سي، فيتامين دال، الحديد، الكالسيوم، كل العناصر. اول حاجة هضيف كل المكونات بتاعت دي زي ما انتوا شايفين كده في البولة بتاعت دي، تكون نظيفة وغسلاها. هحط فيها كل الفاكهة بتاعت دي، وهضيف عليها السكر بس. هحط عليها الكوباية السكر دي اللي مش مليانة، تقدري تزودي او تقللي زي ما قلتلك، وهسيبها لمدة ساعة. يبقى هحط الفاكهة بتاعتي وهحط عليها السكر بس، وهسيبها لمدة ساعة بدون مية بدون اي حاجة خالص. هغطي عليها واسيبها ساعة برة التلاجة، ما نحطهاش في التلاجة عشان خاطر كل الفاكهة تشرب من السكر بتاعي. طبعا الفاكهة التانية بتاعتنا اللي احنا مجهزينها، الفراولة والمانجا والجوافة، تكون خام يعني مش محطوط عليها مية. احنا مش هنستخدم مية خالص في الوصفة بتاعتنا دي، احنا هنحط هنعمل سلطة مش هنستخدم اي مية فيه، يدوبك لو معلقة او معلقتين نحرك بس الفاكهة بتاعتنا في الخلاط بس، مفيش اكتر من كده. هحط كل الفاكهة بتاعتي دي على بعض دلوقتي واوريها لكم. انا حطيت الفاكهة بتاعتي كلها في الطبق كده زي ما انتوا شايفين، وهقلبها. حطيت عليها السكر نص كوباية، ربع كوباية، كوباية، اللي انت عايزه تحطيه. عايزه مش عايزه تحط اي سكر خالص مفيش مشكله، هتقطعي كل الفاكهه كده وما تحطيش عليها سكر مفيش مشكله. بعد ما نقلبه حلو كويس مع بعض كده هنغطي عليه ونسيبه ساعه. ساعه يا جماعه بره التلاجة كده، ما تخافيش مش هيحصل له حاجه، السكر هيحفظه ما تخافيش. وبعد ساعه هنشوف بقى شكله ايه وهنعمل ايه بعد كده. ورجعت لكم بعد ما سبت السلطه بتاعتي ساعه، ساعة بالظبط يا جماعة، شايفين؟ هوريكم، بصوا شايفين كده السكر اللي انا حطيته طرالي الفاكهة بتاعتي شوية، وفي نفس الوقت نزل لي الصوص الحلو الجميل ده من الفاكهة. شايفين الصوص بتاعي الحلو اللي نزل من الفاكهة ده لما حطيت السكر؟ اهو ده التكة اللي انا عايزة اوصل لها. خلاص يبقى احنا بنحط السكر وبنسيبه ساعة على الفاكهة عشان يخليها لي طريه وحلوه كده، بحيث ان هي تبقى طعمها حلو وشاربه من السكر وتبقى حلو. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هضيف الكوبايه بتاعتي الفراوله، بسم الله، واضيف الجوافه، واضيف المانجا زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبه. طبعا العصائر ديت، العصائر اللي احنا عاملينها دي من غير مية، بنخلط كده الفاكهة بتاعتنا من غير مية لسلطة الفاكهة. شايفين الجمال ما شاء الله، كده تكون جاهزة بقى على الاكل. الفاكهة بتاعتنا شربة من السكر وطعمها حلو ومسكر، محطوط عليها عصائر كتير منكهاها. طيب لو انت ما عندكيش متوفر عندك مثلا غير المنجاي، اعملي منجاي وحطيها عليها، مفيش غير الفراوله، مفيش غير الجوافه، مش شرط تحطي التلات عصاير مع بعض، حطي واحد منهم، المهم انك تطعميها باي عصير. واهم حاجه نقطع الفاكهه ونرص ونحط عليها السكر زي ما انا عملت كده. الخطوه دي بتفرق يا جماعه النص بالظبط، صدقوني كده بتبقى احلى واطعم، وبالهنا والشفا اللي هياكلها. يلا هنقدمها في الاطباق بتاعتنا وارجع لكم تاني في الكوبايات بتاعتنا، اسفه، وارجع لكم تاني. وده الشكل النهائي للسلطه بتاعتنا بعد ما جهزناها وخلصناها. ما شاء الله ما فيش اجمل من كده. اي مكونات عندك في البيت، اي فاكهه عندك في البيت اعمليها واستخدميها، اي نوع عصير عندك اعمليه وضيفيه عليها،
من الثلاثة اللي احنا عملناهم، انا مش عايزاكي تقفي، انا عايزاكي على طول تجددي وتعملي كل يوم حاجه جديده. شايفين ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. التزيين تقدري تزيني زي ما انت عايزه، زي ما قلتلك. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسينيش في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.